هلا والله، معاكم عبد الكريم المزي من قناة جيمر سناك في حلقة جديدة من أخبار الأسبوع. نومورا نستعد لإقامة حدث خاص لاستعراض لعبة فاينل فانتسي 7 ريميك. مخرج الريميك تتسويا نومورا ومن خلال مقابلة جديدة أكد أن سكوير إنكس تستعد لإقامة حدث خاص للكشف عن معلومات الريميك بشكل كبير، بدلا من مشاركة اللاعبين بمعلومات صغيرة متفرقة. توقعات الإعلاميين بكون سكوير إنكس لا تريد من أي لعبة أخرى من سلسلة فاينل فانتزي أن تغطي على الجزء 15 المقرر إصداره بشهر سبتمبر القادم، وبعد ذلك قد نسمع أخبار الريميك للجزء 7. ألعاب ماريو وبيكمون جديدة قادمة للإن إكس. بالإضافة للعبة زلدة الجديدة، بيحصل جهاز نينتندو الجديد الإن إكس على لعبتي ماريو جديدة وكمان لعبة بوكيمون جديدة خلال أول 6 أشهر من صدور الجهاز من خلال المصادر الإعلامية التي تشير لرغبة نينتندو إصدار قائمة ألعاب قوية للجهاز مع توفره بالأسواق. ماترز سوكر لعبة كرة قدم جديدة مستوحاة من سلسلة فيفا ستريت. يذكر الكثير منكم سلسلة ألعاب كرة القدم فيفا ستريت من شركة EA واللي تأخذ التحدي للملاعب الصغيرة وباستخدام المهارات للاعبين أكثر من الاستراتيجية والواقعية، واللي توقفت عن الإصدار منذ سنوات. لعبة ماترز سوكر من فريق التطوير ماترز كود تصدر للحاسب الشخصي بنهاية شهر أغسطس الحالي، وتحاكي سلسلة فيفا ستريت بأسلوب اللعب، وبنهاية العام الحالي تصدر اللعبة أيضا على أجهزة الجيل الحالي المنزلية. رياضي أولمبي ياباني وبفاتورة جوال بقيمة $5,000 بسبب لعبة بوكيمون جو. يبدو أن كوهيو تشيميرا من فريق رياضة الجمباز الياباني والمشاركة بأولمبياد صيف هذا العام بمدينة ريو دا جانيرو البرازيلية لم يكن يعرف قيمة التجوال الدولي للمكالمات واستخدام الإنترنت خارج البلاد، فمع إدمانه للعبة بوكيمون جو اتفاجأ أوتشيميرا برسالة على جواله تفيد بكون الفاتورة قد وصلت لحجز $5,000، مما أصابه بصدمة. شركة الاتصالات اليابانية الموفرة للخدمة قررت تخفيض قيمة الفاتورة مع تمنياتها للرياضي بحظ أوفر بالأولمبياد. باتيزدا تخبرنا عن بعض أسرار لعبة براي. قامت شركة باتيزدا بنشر عرض دعائي جديد للعبة الأكشن والخيال العلمي القادمة براي، وهي إعادة تصور أو ريبوت للعنوان. العرض يتكلم عن بعض الأمور اللي نشوفها في عرض الكشف الخاص باللعبة وبعض الأشياء المتعلقة فيها، وكمان تم الحديث فيه عن الفضائيين اللي بتقابلونهم في اللعبة. العام القادم هو موعد الإصدار للحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلية. تحديث نظام الويندوز 10 يعطل ملفات تعريف أداة التحكم دول شوك 4. أداة التحكم دول شوك 4 متوافقة مع نظام التشغيل ويندوز وقابلة للتشغيل عليه باستخدام تعريفات معينة من خلال التحديث الأخير لنظام ويندوز 10 واللي يحمل اسم التحديث الاحتفالي، يسبب مشاكل في تشغيل أداة تحكم الدول شوك 4 على الحاسب الشخصي وقابلية استخدامها مع بعض الألعاب. المشكلة ليس لها حل حتى الآن. Plants vs Zombies متوفرة للعب مجانا خلال الفترة الحالية. أعلنت شركة EA عن فترة تجربة مجانية جديدة للعبة الأكشن الجماعية Plants vs Zombies Guardian Warfare 2 على أجهزة الجيل الحالي المنزلية. تقدروا تجربوا اللعبة وتحملوها مباشرة، والتجربة المجانية بتكون محدودة بعشر ساعات، وعندكم حتى نهاية شهر أغسطس الحالي عشان تستخدموا هذه العشر ساعات مع خصم 50% حاليا على اللعبة في حال إذا عجبتكم اللعبة وحبيتوا تشتروها. الفترة المجانية متوفرة الآن على أجهزة الجيل الحالي المنزلية وبتتوفر على الحاسب الشخصي في 16 من شهر أغسطس الحالي بنفس العرض. لعبة موبيز فاينل فانتزي متوفرة الآن بنسختها الغربية للآي أو إس والأندرويد. موبيز فاينل فانتزي هو عنوان سلسلة ألعاب الآر بي جي الشهيرة من شركة سكوير إنكس المخصص للأجهزة الذكية ومن نفس الأسماء التي تعمل على الأجزاء الرئيسية من السلسلة. واللعبة تصدر رسميا بمتجري الأب ستور وجوجل بلاي كلعبة مجانية للجميع. رسميا لعبة إنسايد تصدر للبلايستيشن 4 بتاريخ 23 أغسطس بعد الكثير من الإشاعات. ها هو اليوم يتحول لخبر رسمي مع إعلان فريق التطوير بلايدد عن إصدار نسخة البلايستيشن 4 من لعبة المغامرات المظلمة إنسايد بتاريخ 23 أغسطس الحالي مع صدورها لمنصتي الحاسب الشخصي والإكس بوكس 1. ودحين جاء وقت البلايستيشن 4 لتجربة اللعبة. هجوم القراصنة يعطل خوادم لعبة أوفر واتش. نعود مجددا لأخبار القراصنة وهجومهم المتكرر على خوادم الشركات، والضحية هذه المرة هي شركة بليزرد اللي أعلنت عبر حسابها الرسمي بتويتر بكونها تتعرض لهجوم من القراصنة لتعطيل خوادمها الخاصة Petal.net. النتيجة هي بتوقف عمل لعبة التصويب Overwatch. وفي النهاية من الحلقة عجبتكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وأهم شيء تنشروا المقطع، وإذا عجبكم المقطع أتمنى تزوروا قناتي قناة دوت جيمر.